أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا بشرح العلامة الشيخ ميارة المالكي رحمه الله على شرح ابن عاشر المالكي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المياه وأقسامها، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ ميار رحمه الله: وكذلك المتغير بالطحلب بضم الطاء وسكون الحاء وضم اللام، بالطحلب، وهو خضرة تعلو الماء، وهو خضرة تعلو الماء. هذا القسم تابع للمتغير بما تولد من الماء، ماء متغير بما تولد منه، فهذا لا يضر كما قلنا. وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه، لطول، يعني أن الماء الجاري لا يكون الطحلب، أما الماء الذي لا يجري فمن طول المكس تعلوه إيه؟ هذه الخضرة، يولد خضرة منه، هذا لا يضر، حتى ولو كان لون الماء تغير أو ريح الماء تغير أو طعم الماء تغير. وكذلك المتغير بالمكس، وهو طول الإقامة، ويقال له الماء الراكد. الماء الراكد يعني الذي لا يتحرك، يعني لا يجري ولا يدخل عليه ماء، وإنما هو ماء راكد. هذا أيضا لو تغيرت كل أوصافه أو أحد أوصافه لا يضر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يضر. وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور، يعني كل أنواع التي تتولد من الماء أو يتولد أو يمر عليها الماء أو يسقط في الماء مما لا يمكن الاحتراز عنه، كل هذه المغيرات لا يمكن الاحتراز عنها، فعفي عنها للمشقة، عفي عنها للمشقة. كما ذكرنا القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وما عسر الاحتراز عنه عفي عنه. قاله في التوضيح. وقوله كالذائب، كمغرة فمطلق كالذائب، تشبيه لإفادة الحكم، ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، وذلك كالثلج والبرد والجليد، وسواء ذاب بموضعه أو بغيره، يعني أن الماء المتجمد إذا ذاب كان ماء مطلقا، يعني هذا الجمود لا يخرجه عن طهوريته، لا يخرجه عن طهوريته، سواء ذاب في موضعه أو ذاب بغيره، كتسخينه مثلا، يعني لو سخنا الثلج صار إيه؟ صار ماء،
فهذا لا يخرج عن الطهورية. ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه، الملح الذائب بعد جموده، يعني لو أن الملح صار ماء، فالملح طبعا من الماء، البحار المالحة دي بيتولد منها الملح أو نأخذ إحنا منها الملح، فهذا الملح لو ذاب في مكانه وصار ماء يجوز الوضوء منه، مع أن طعمه شديد الملوحة، لكن هذا الطعم يعتبر من المتغير بإيه؟ بقراره، متغير بقراره، طعم الماء يعني. لكن برضو يعني الشيخ الصفتي المالكي قال يعني حتى الملح هو من جنس الأرض، لكن لو ألقي في الماء لا يخرج الماء عن طهوريته، الملح لأنه من أجزاء الأرض، كما لو ألقى مثلا واحد رمل أو تراب في الماء لا يخرج الماء عن طهوريته، فكذلك الملح، الملح كالتراب لأنهم نعم أي نعم. ده النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد ماء، أي ماء نتوضأ به، إنا نركب البحر ولا نجد ماء، يعني معنا ماء الشرب فقط، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، البحر يعني كونه مالح لا يضر، هناك عيون مرة، يعني هناك عيون في الأرض مر، فالمرار والملوحة لا يضران الطهورية أو لا يسلبان الماء طهوريته، فيجوز الطهور بالماء المر والماء المالح اللي هو متغير بإيه؟ بقراره. فكل مياه البحار مالح، لكن هذه الملوحة من طبيعته، فهو ماء طاهر طهور يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات. ولذلك العلامة ابن حمدون يقول يعني الصواب إسقاطه، كلمة لكن بموضعه، يعني فإن الملح إذا ذاب في موضعه طهور اتفاقا، وإذا ذاب في غير موضعه طهور على المشهور، من أقوال ثلاثة ذكرها في المقدمات، يعني إذا ذاب الملح في غير موضعه فهو طهور أيضا على المشهور، والمشهور عند المالكية يعني ما قوي دليله أو ما كثر قائله، المشهور من أقوال، لما أقول لك وعلى المشهور في المذهب، فكلمة المشهور يعني ما شهر، بمعنى ما قوي دليله أو ما كثر قائله. ولفظ نجس في البيت الثاني بسكون الجيم للوزن، طب الأصل نجس بالفتح، لكن في البيت اللي هو إيه فصل البيت الثاني إذا تغير بنجس طرح، التسكين لأجل الوزن. وذائب في البيت الثالث بالذال المعجمة. وقد ذكرنا هنا في الأصل عشرة تنبيهات،
يعني في الشرح الكبير الأصل، هذا الشرح الصغير لميار، فيه هناك الأصل الشرح الكبير. قال: وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. الأول، التنبيه الأول: هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو ظاهر النظم. أو الطهور أعم من المطلق، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب، وعليه فكل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا، لأن الذي لم يتغير والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرة طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء، ما لم يخالطه شيء أصلا، وهذا قد خالطه غيره. إذن فالمطلق أعم، لفظ المطلق أعم. إحنا كما قلنا إن الماء المطلق الذي لم يقيد بصفة، لم يقيد بصفة، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، بخلاف الطهور. الطهور قد يكون طهورا ولكن مقيد، يعني مثلا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالممر أو بالمقر أو بالمجاور، فيقال له طهور، يقال له إيه؟ ماء طهور. يبقى كل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا، للتقييد. مفهومة؟ ماشي. وهو ظاهر النظم، يعني عند الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، يعني المطلق والطهور مترادفان، مترادفان، لكن عند ابن الحاجب المالكي قال لا. نعم، قال المطلق. نعم، يعني هو خلاف لفظي، يعني هو خلاف لفظي. التنبيه الثاني في تقسيم ابن الحاجب المياه إلى 3 أقسام. القسم الأول المطلق، وهو الذي لم يخالطه شيء، ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا، هو المتغير بقراره أو بما يسقط فيه مما لا يمكن الاحتراز عنه. والقسم الثاني ما خولط بما ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل، وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. ده طبعا من ضمن الأقسام اللي هي قسمها ابن الحاجب، يعني هناك ماء مطلق، يعني لم يخالطه إيه؟ لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. بعد ذلك الذي يخالط بما لا ينفك عنه غالبا، كالتغير بالإيه؟ بالمقر أو بالممر، فهذا لا يسلبه الطهورية، فيلحق به بالماء المطلق، يعني هو قسم من الطهور، قسم من الماء الطهور. القسم الثاني من الماء المخلوط اللي هو يخالط بما ينفك عنه غالبا، يبقى إن خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر، يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. وإن خالطه نجس، وإن خالطه نجس، هناك عاد فرق بين الماء الكثير والماء القليل. فالماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة أو خالطته نجاسة لكنها قليلة،
فلم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فيجوز منه إيه؟ يجوز منه الوضوء. أما إن كان الماء قليلا فتغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز منه الوضوء لأنه صار نجسا. وقد ورد في الحديث الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. فيسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. هذا هو التنبيه الايه؟ التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره. طبعا قلنا إن الماء المطلق يزيل الخبث ويزيل الحدث. يزيل الخبث يعني عين النجاسة وحكم النجاسة، لكن الماء الطاهر، الماء الطاهر يزيل عين النجاسة ولا يزيل الحكم. لذلك قلنا لابد من ايه؟ من استعمال الماء المطلق في آخر غسلة للثياب التي اختلطت بثياب الأطفال. بعض الناس يغسلون أطفال يعني ثياب الأطفال مع ثياب الكبار فتختلط النجاسة بالماء فيتنجس كل الثياب. يبقى إذن لابد من غسل كل ثوب على حدة بالماء المطلق حتى يزول حكم النجاسة، لأن الحكم كما قلنا أمر معنوي، صفة حكمية تزول برفع الله لها، تزول برفع الله لها، لأن هذه عبادة. هذه يعني لكن العقل أصلا يقول لا فرق بين الماء الايه، لو ماء بنعناع أو ماء ورد وتوضأت به أو غسلت به نجاسة يعني لا فرق، لكن طبعا هذا يقبل وهذا لا يقبل. يعني لو واحد توضأ بماء ورد أو ماء نعناع أو ماء معطر، مش أحيانا الماء يكون فيه عطر، لكن لو توضأ به وصلى صلاته إيه؟ باطلة، لأنه لم يرفع حكم الحدث، لم يتطهر. والقرآن قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء الذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض لم يختلط بشيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. فكل ما يمكن الاحتراز عنه لا يعفى عنه، لأنه يمكن الاحتراز عن ماء العجين وماء الورد وماء النعناع وأي ماء حتى وإن كان طاهرا يمكن الاحتراز عنه، لكن ما لا يمكن الاحتراز عنه حكم بطهوريته إذا خلط الماء. الرابع في تقييد قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره. بغير الاستنجاء، أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء. يعني إزالة الخبث مثلا البول أو الغائط بالحجارة اللي هو الاستجمار. الاستجمار طبعا الاستجمار وارد في السنة أنه يكفي مع وجود الماء، مع وجود الماء، لكن لو جمع بينهما لكان أحسن، لو جمع بينهما لكان أحسن، لأن القرآن أثنى على أهل المدينة حيث قال أهل قباء يعني هو بني سالم بن عوف الذين بنى عندهم رسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء
بني سالم ابن عوف، لما او بني عمرو ابن عوف، بني سالم اللي فيهم عندهم مسجد القبلتين، لكن دول بني عمرو ابن عوف، هذه قبيلة وهذه قبيلة. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يا بني عمرو بن عوف، إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم، فماذا تفعلون؟ قالوا: نتبع الحجارة الماء. دي رواية للبزار، دي نتبع الحجارة الماء. قال: هو ذاك فعليكم. يعني هذا هو سر السناء، فالزموه. يعني نجمع بين إزالة النجاسة بالاستجمار ونتبع ذلك بالماء مبالغة في التطهير. ولذلك القرآن قال: والله يحب المطهرين. شوف التضعيف هنا، يقول العلماء في اللغة العربية يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ها؟ لم يقل لم يحب الطاهرين، لا، قال والله يحب المطهرين. يحب ايه؟ المطهرين سبحانه وتعالى. ده زيادة في التطهير، يعني الذين يزيدون في الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني عايز يقول أن وتحصل الطهارة بالماء أو بالأحجار، ويقال له الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء، فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالأحجار. هذا هو الفرق بين الاستنجاء والاستبراء.